من الساعة 2 الظهر هنكون على الهواء مباشرة مع حضراتكم في كل الأمور. وزي ما حضراتكم شايفين يعني أنا الحقيقة ما بحبش أتطرق لمثل هذه الأمور، ولكن لازم برضو كده نضحك شوية، لازم نضحك ونضحك الناس معانا شوية، لأنه في النهاية النادي الأهلي مختلف. إذا كان ده بيحصل، وأنا لا أقصد نادي معين برضو عشان الناس ما تقولكش أنت الفتنة ومش عارف إيه والكلام الكبير اللي بيقعدوا هم أساسا بيعملوه، لكن خليني أتكلم على النادي الأهلي. اللي عايز أقوله يا جماعة إن النادي الأهلي ما بيحصلش فيه الكلام ده، صدقوني النادي الأهلي ما بيحصلش فيه الكلام ده إطلاقا. ومن فضل حضراتكم خلينا دائما نبقى ورا فرقتنا. أنا متأكد إن كل جمهور النادي الأهلي بيعي مثل هذه الأمور، وأنا كلامي موجه أكتر للحقيقة لمن لا يشجع النادي الأهلي وبيحاول إن هو يا جماعة كرة القدم اللعب في الملعب، حاول تكسب في الملعب. ما عنديش أي مشكلة بالمناسبة إن أنا أقول لحد كسب النادي الأهلي مبروك، لو لا قدر الله لا قدر الله. ليه؟ لأنه كرة القدم فيها كل النتائج، فيها الثلاث نتائج، فيها الثلاث نتائج. لكن أي حاجة حضرتك هتحاول تعملها، وبرضه من طرق الإلهاء، الإلهاء بيلهوا ناس، بتحاول أو بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيحاول يلهي جمهور النادي الأهلي عن مباراة بكرة. خدوا بال حضراتكم الكلام ده كويس. إيه اللي دخل يعني مباراة الزمالك هتبقى مع الترجي هتبقى يوم 28، ومباراة الأهلي مع سان داونز إن شاء الله في البطولة الأفريقية في دور الثمانية هتبقى في يوم 29. تخيلوا حضراتكم إن النهاردة برضه في الساعتين ثلاثة اللي فاتوا، خدوا بال حضراتكم من الكلام، وخدوا بال حضراتكم من التوقيتات، وخدوا بال حضراتكم من المواقع اللي بتكتب مثل هذه الأمور تابعة لبعض الأندية التي لا تشجع النادي الأهلي. خدوا بال حضراتكم من كل هذه الأمور. إيه اللي دخل دلوقتي النادي الأهلي في القصة دي؟ قصة هو من يدير البطولة الأفريقية؟ الذي يدير البطولة الأفريقية هو الاتحاد الأفريقي، وليس نادي الأهلي، وليس نادي الزمالك، وليس نادي الترجي، وليس نادي سان داونز. هو اللي بيحط اللوائح للبطولة، بطولة دوري أبطال أفريقيا، مين؟ الاتحاد الأفريقي. هتكلم طبعا أكتر على الأمور دي خلال الفترة اللي جاية، ولكن من ضمن الإشاعات عايزين يلهوا جمهور النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي في مثل هذه الأمور اللي ملهاش علاقة بالماتش. خناقة مش عارف، فجأة خمس ست مواقع على خمس ست صفحات على السوشيال ميديا تلاقي كل الناس عماله تكتب تقول لك ايه، اصل مش عارف مين مسك في مين ومين عمل في مين ايه، واصل ايه. طب الله، هو سان داونز قبل المباراه بيوم هيتمرن في ما يتمرن زي ما احنا يعني، هو النادي الاهلي هو مين اللي حط ميعاد يوم 28 و29؟ حد يرد عليا كده بمنطق، انا ولا هجيب لائحه ولا هجيب حاجه بعدين بقى الكلام ده، لكن المنطق بيقول ايه؟ هو مش الاتحاد الافريقي هو اللي حدد يوم 28 لمباراه الزمالك والترجي، وحدد مباراه 29 للنادي الاهلي ما بين الاهلي وسان داونز في استاد القاهره؟ يبقى الموضوع ايه؟ الاتحاد الافريقي اللي هيحله، ما حد ملناش علاقه، النادي الاهلي ما عندوش ملوش علاقه في اي حاجه، والنادي الاهلي لا يعترض على اي شيء، والنادي الاهلي دائما ما ينفذ اللوائح، النادي الاهلي دائما بينفذ اللوائح. لكن المنطق بيقول ان واحد عارف ان ده استاد القاهره الاتحاد الافريقي يعني عارف ان ده استاد القاهره، وعارف ان الاهلي هيلعب يوم 29 وان الزمالك هيلعب يوم 28، اكيد في ملاعب اخرى ممكن يتمرنوا فيه، ممكن يعمل توقيتات مختلفه. مين اللي بيضع التوقيتات ومين اللي بيضع الملاعب؟ الاتحاد الافريقي، مش حد تاني بالمناسبه يعني. لكن الموضوع ده انا هجيبه لكم اكتر وهتكلم فيه اكتر ان شاء الله بعد ما ربنا يكرمنا بكره وخلال الاسبوع ما قبل مباراه سان داونز، برضه هنتكلم في مثل هذه الامور، لانها امور الغرض منها الالهاء فقط، الغرض منها ان هو يطلعك بره تركيز المباراه. خلي بال حضرتك، انا كمذيع في قناه النادي الاهلي او كواحد بيطلع يتكلم مع حضراتكم في قناه النادي الاهلي ببقى مركز اكتر قبل المباراه، يوم المباراه بالنسبه لي ببقى مشدود زي كل جمهور النادي الاهلي اللي بيبقى قاعد طول الليل بشوف على الفيسبوك كل الناس او على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، كل جمهور النادي الاهلي بيبقى قلقان مش من المباراه دي، كل المباريات النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي كده يقول لك انا مش عارف انام، انا ما بنامش كويس، انا زيه زي اللاعبين بالظبط، اللعيبه بتبقى قلقانه، الجهاز الفني بيبقى قلقان في اي مباراه، لانه الغرض او النادي الاهلي بيلعب اي مباراه عشان هدف واحد وهو المكسب. المكسب. فاللي عايز اقوله لحضراتكم يا جماعه لازم ناخد بالنا من مثل هذه الامور. جمهور النادي الاهلي ايد واحده، جمهور النادي الاهلي واقف مع فريقه، جمهور النادي الاهلي
هيشجع فريقه، جمهور النادي الاهلي هو اللي هيكون السبب الرئيسي ان شاء الله في ان النادي الاهلي يفوز في مباراه بكره، ويفوز في مباراه يوم 24، ويفوز في مباراه يوم 29، وكل المباريات القادمه. هو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي دايما احنا بنستناه من جمهور النادي الاهلي. مش عايز اتكلم كتير، لان النهارده عندنا زي ما قلت لحضراتكم حلقه مميزه جدا. هيكون معايا كابتن تامر بدوي بعد قليل، هتكلم مع تامر في امور كثيره جدا. انا عارف ان تامر بيعرف يشرح الامر بشكل واضح جدا. هنتكلم انا وهو بقى في امور كثيره جدا تخص مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك، ولكن هنطلع نشوف بعض الارقام عن بطوله كاس السوبر. بطوله كاس السوبر ارقامها مهمه جدا، لانه لازم نعرف الارقام بتقول ايه. على فكره الارقام مش كلام اسلام ولا كلام جمهور الاهلي، لا، الارقام الحقيقيه بتقول ايه. عفوا، 8 انديه شاركت في كاس السوبر.